حصيلة الشهداء لقد تعدت 1300 شهيد منذ بداية العدوان الغاشم. نحن في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومع بدء العدوان الغاشم على لبنان، تم التواصل معنا فورا من قبل سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان الأخ أشرف دبور، وأبلغنا بقرار سيادة الرئيس محمود عباس بفتح كافة المؤسسات الصحية وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للشعب اللبناني الشقيق، وأبلغنا سعادة السفير بتأمين كافة الإمكانيات والتواصل مع القيادة مباشرة. الوضع في لبنان منذ بداية القصف في اليوم الأول كان هناك قصف شديد وسقط أكثر من 500 شهيد في يوم واحد. اليوم بلغت الحصيلة 1200 شهيد. حدة القصف بدأت تخف حدتها اليوم، ولكن ما زلنا نسمع أصوات القذائف في منطقة صور وخاصة في المناطق المجاورة للمخيمات. نعم، طيب دكتور، نتحدث عن أوضاع المستشفيات في لبنان، هل هناك جهوزية تامة للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى، وكيف هي خطة الطوارئ في هذا الإطار؟ في الحقيقة بعد أن تم إبلاغنا بقرار سيادة الرئيس، نعم، تم إطلاق خطة الطوارئ. خطة الطوارئ موجودة لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجميع الطواقم الطبية والإسعافية مدرب عليها. تم إطلاق خطة الطوارئ ووضع كافة الأطقم الطبية والإسعافية في حالة استنفار في كافة مستشفيات ومراكز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، وخاصة في منطقة الجنوب. لدينا مركز الطوارئ في مخيم برج الشمالي، ولدينا مركز الشهيد ياسر عرفات في مخيم البص، ومستشفى تل الزعتر في مخيم الرشيدية. تم وضع كافة الطواقم الطبية والإسعافية بحالة استنفار واستدعاء جميع الطواقم من المنازل، وتم التواصل مع الهيئات الصحية اللبنانية ووضعهم بصورة الإمكانيات المتوفرة لدينا في المخيمات وما هي الحالات والإمكانيات لدينا وكيف يمكننا الوصول بالجرحى إلى داخل المخيمات. الحقيقة وصلنا عدد من الجرحى خاصة في مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مخيم الباص، وذلك بحكم وجوده في وسط المدينة، وبعض الجرحى من مناطق الجنوب وصلوا إلى مستشفى تل الزعتر في مخيم الرشيدية. بعض الحالات تم إجراء لها الإسعافات الأولية داخل أقسام الطوارئ وغادرت المستشفى. هناك 4 حالات تم إجراء عمليات جراحية لهم في داخل المستشفى في مخيم الرشيدية، وبعض الحالات التي تتخطى إمكانياتنا كجمعية الأحمر الفلسطيني في منطقة صور حتى أنها تتخطى إمكانيات المستشفيات المتخصصة اللبنانية تم تحويلها إلى صيدا وإلى بيروت. طيب دكتور، يعني بالحديث عن المناطق التي تواجهون صعوبة في الوصول إليها، نتحدث عن أوضاع النساء الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة خاصة مرضى الكلى والقلب والذين بحاجة إلى إسعافات أولية، كيف يتم التعامل معهم وما الذي يمكن أن تطلعنا عليه عن المشهد في هذه المناطق؟ في هذه الحالات نحن منذ أكثر من شهر تم عقد لقاءات مع وكالة غوث اللاجئين الأنروة، ووضعنا خطة بخصوص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن مشتركة معهم، لأن الأنروة لديها عيادات لتقديم الخدمات الطبية الأولية في كل المخيمات في منطقة صورة. تم تجهيز الدواء وتجهيز الطاقة للعيادات. البارحة فتحت عيادات الأنروة وتم استقبال المرضى. نحن نقوم بدورنا كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حال عدم توفر وسيلة وصول إلى العيادة، نقوم نحن بإرسال سيارات الإسعاف وإحضار المرضى إلى مراكز العيادات للأنروة، تلقي علاجهم وتسليمهم الدواء وإعادتهم إلى منازلهم. طيب ماذا عن توفر الأدوية؟ هل هناك ما يكفي داخل المستشفيات لديكم للقيام بعملكم على أكمل وجه، أم هناك نقص في عدد من المستلزمات والأدوية؟ من ضمن خطة الطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ أكثر من 3 أشهر أعددنا كميات من الدواء ومادة الفيول تكفي لشهرين. نحن في بداية المعركة اليوم، نتمنى أن تنتهي بأسرع وقت. ما يكفي لدينا من أدوية ومادة الفيول والأكسجين.
نستطيع أن نقول بأننا نستطيع أن نقوم بتقديم خدماتنا الطبية لمدة شهرين. الآن هناك تواصل مع الإدارة المركزية للجمعية في منطقة بيروت لزيادة هذه الكمية. نعم. طيب، من خلال مشاهداتكم دكتور عماد والتعامل مع الحالات، ما الذي يمكن أن تصفه لنا من الإصابات، طبيعة هذه الإصابات، خاصة وأن هناك أعداد كبيرة من الضحايا هي في صفوف النساء والأطفال؟ يعني صراحة نحن نعلم كيفية تعامل العدو مع أثناء الحروب، ومن المؤلم أنه ما كنا نشاهده على شاشة التلفاز ما يحصل في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس، اليوم نحن نراه نشاهده بأم عيننا. لقد شاهدنا بعض جثث الأطفال أشلاء، هناك نساء، هناك عجز وكبار بالسن. في الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أنها بداية إبادة لأهالي مناطق الجنوب. طيب، ماذا أيضا عن أوضاع المصابين، إذا كان هناك إحصائيات لأعداد منهم، يعني من هم بوضع صحي خطير أو يلزمون البقاء والمكوث في المستشفيات أو في العناية إصلاح المركزة؟ الصوت، لا أسمعك. نعم، هل تسمعني الآن دكتور؟ لا لا، يعني بسمع بس الصوت متقطع، لم أسمع السؤال. طيب، يبدو أن هناك خلل في الصوت، على أي حال سأعيد طرح السؤال عليك. كنت أسألك عن أعداد المصابين في حالة خطرة ومن يحتاجون للمكوث في العناية المكثفة لديكم. يعني لدينا في مستشفى جمعية الأحمر الفلسطيني كان هناك حالة واحدة وصلتنا البارحة، إصابة في الخط، وتم تحويل مع مستشفى الشهيد محمود الهمشري في منطقة صيدا إلى العناية الفائقة في صيدا، وذلك بسبب عدم توفر إمكانية لاختصاص جراحة الرأس في مناطق الجنوب. يعني هي الحالة الوحيدة التي تم تحويلها إلى مستشفى الشهيد محمود الهمشري، أما باقي الحالات والإصابات الخطرة فتم تحويلها إلى منطقة بيروت. طيب، في سؤالي الأخير لك، نتحدث عن استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بشكل متعمد من قبل الاحتلال، ما الذي يمكن أن تطلعنا عليه بمزيد من التفصيل؟ نعم، في اليوم الأول تم استهداف أحد سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني اللبناني واستشهاد طاقمها. البارحة كانت المفاجأة بأنهم تم استهداف أحد المنازل القريبة من مخيم برج الشمالي، ولدى وصول الطواقم الطبية أغارت الطائرات من جديد، وتم قصف استهداف الطواقم الطبية أثناء تأدية واجبه. كل سلامة نتمناها لكم دكتور عماد، كل الشكر لكم على هذه الجهود وعلى كل ما تقومون به. مسؤول جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في منطقة سور الدكتور عماد الحلاق، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.